بسم الله، اهلا بيكم يا شباب في الفيديو الثاني اللي هنتكلم فيه عن برنامج الهيليسكوب. زي ما قلنا البرنامج ده بيستخدم في محاكاة انظمة الطاقة الشمسية، وشفنا الفيديو اللي فات ان احنا بنروح لجوجل نكتب هيليسكوب بيطلع لي البرنامج اسمه هيليسكوب ادفانسد سولار ديزاين سوفت وير. طبعا انا بعمل السيرش بلاقي البرنامج، بعد ما بدخل على البرنامج بدخلني مباشرة على الموقع زي ما قلنا عبارة عن هيليسكوب، تمام، والموقع بتاعهم www.telescope.com. بعد كده بلاقي نفسي لو انا لسه هستخدم البرنامج لاول مره بعمل ساين اب فور فري ترايل، بيديني 30 يوم فتره تجريبيه لاستخدام الموقع او البرنامج. لو انا مسجل بالفعل هقول له والله انا اكزيستنج يوزر، انا مستخدم موجود معاكم، وهدخل اعمل لوج ان. زي ما شوفنا كده البرنامج ده او الموقع ده بيقدم لك الخدمه دي قصاد او مقابل $95 في الشهر، وشرحنا ازاي بتسجل في الموقع في الفيديو اللي فات، وشوفنا موضوع الامتدادات الخاصة بالالواح والامتدادات الخاصة بالانفرتر والكلام ده شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. بعد كده عملنا لوج ان، دخلنا جوه البرنامج، اخر حاجة وقفنا عند ان انا بيقول لي والله لوج ان سكسسفولي، وبيبدأ يقول لي اليوزر نيم والباسورد انا مدخلهم. لو عايز اشوف الباسورد بتاعتي بعلم هنا شو باسورد. المهم ان انا دخلت جوه البرنامج، وقفنا عند ان انا بيبقى عندي هنا الاكونت بتاعي، تمام، مثلا اشرف رمضان، وعندي ايقونه مكتوب عليها ماي اكونت، وعندي ايقونه مكتوب عليها لوج اوت. احنا هنا بنبدا نشتغل على مرحله الجزء بتاع ماي اكونت. انا هنا عايز اعمل تخصيص للاكونت بتاعي. ده الفيديو بتاعي النهارده، هبدا اتكلم عن ازاي اخصص الاكاونت بتاعي بالتفصيل. طبعا المره اللي فاتت زي ما شفنا كده في الفيديو احنا كنا بنشرح من سلايدات. لو احنا ايه رحنا داخل البرنامج اهو، رحنا كده دخلنا ادي جوجل عشان الناس تبقى شايفه معايا، دخلت كتبت جوجل، بعد كده كتبت هيليسكوب، جاب لي ادي هيليسكوب، احنا بننفذ معاكم اهو عملي زي ما شفنا في سلايدات. كاتب لي هيليسكوب ادفانسد سولار ديزاين، هتضغط هنا، تمام، سوفت وير. هنا طبعا بيجيب لي عشان انا مسجل، لو انا مش مسجل يا شباب بدخل هنا اهو، لو انا عملت لوج اوت طلعني من البرنامج ودخلني على ان انا والله انا بعمل ساين اب فور فري ترايل. بدخل هنا بكتب اسم الشركه بتاعتي، بعد كده بدخل بختار البلد بتاعتي واكتب رقم التليفون الخاص بيا، وبعدين بكتب الفيرست نيم، وبعد كده بكتب اللاست نيم، تمام، واكتب اسم الشركه اللي خاص بيا، تمام، في السيرش بتاع الـ 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 او في الجزئيه الخاصه بالكمباني، وادخل الباسورد واعمل كونفيرم تاني مره الباسورد، تمام، وبعد كده بعلم هنا، تمام، واقول له ساين اب. ساين اب هيبدا يدخلني على، تمام، البرنامج. بعد ما دخلنا يا شباب على البرنامج بدا يفتح معايا، ببدا اشوف هنا ادي عندي الاكونت اللي انا داخل بيه، عندي ماي اكونت ولوج اوت زي ما شفنا، اقدر اطلع او اعمل لوج اوت من البرنامج. طبعا ماي اكونت مهم جدا ان انا ابدا ادخل فيها من اول ما ابدا اشتغل على البرنامج، واشوف هنا بلاقي ابديت الاكونت والباسورد، ده كله كلام عادي. بعد كده بدخل على بريفرنسز. بريفرنسز مهمة جدا عشان تبدأ تظبط الحساب بتاعك. يعني انا هنا بدخل على اليونتس الوحدات وبختار الديستانس. الديستانس بختارها بالمتر، يبقى انا هنا المسافات بتقاس بالامتار بالمتر، تمام، والكوندكتور والوايرنج كلها في عندي ايه دبليو جي، في عندي مش عارف انظمة تانية بقيس بيها زي المترك، انا بقيس بالمليمتر المربع. يبقى انا لما هاجي ادخل في الكابلات الاقي الوحدات تبقى بالمليمتر المربع، والاقي المسافات بالمتر. طبعا هنا بيتكلم عن الفيلد سيجمنت، هناخدها بالتفصيل الفيلد سيجمنت اللي احنا بنبدا نشتغل جوه البرنامج، وبيتكلم على الكيب اوت، الحتت او الاماكن اللي ممكن تكون عوائق عندي على السطح، تمام، وعايز اشيل الالواح من المكان اللي موجود فيه العوائق، ده بيسموها الكيب اوتس، تمام. فهنا بيقول لي اولويز ديسبلاي بوليجون دايمنشنز ان ديزاينر، هو بيعرض الفيلد سيجمنت. لو انا عايز اعرض، تمام، الكيب اوتس بعرضها، لو مش عايز اعرضها خلاص مفيش مشاكل. بعد كده بيقول لي البريفرنس شو الموديولز،
وشو الانفرتر، عايز اشوف شو الكومباينر، عايز اعمل شو وايرنج، عايز اعمل شو انتر كونكشنز والفيلد سيجمنت والكيب اوت. لو انا عايز اظهر كل الحاجات دي بظهرها. طبعا هنا بيتكلم معايا على الريزوليوشن، يعني هو مختار هنا ريزوليوشن 1600 في 1200، انا عايز ازود الريزوليوشن، عايز اقلل الريزوليوشن، تمام، اقدر اتحكم فيها. وبعد كده اقول له والله ابديت بروفايل، يعني انا اخترت الحاجات دي وعايز اخلي القياسات بتاعتي كلها بالمتر والواير بالمليمتر تربيع. هختار هنا يا شباب ابديت بروفايل، ابديت بروفايل، شايف كده سكسسفولي ابديتد فور يور بريفرنس، يعني هو عامل لك بريفرنسز خاصه بيك. يبقى هو عملت ابديت بروفايل، عمل لك ابديت وبقيه الافتراض بتاعك في الديستانس بالمتر وفي الكوندكتور او في الوايرز، تمام، بالمليمتر تربيع. طبعا هنا في جزئيه خاصه بالبروفايل، البروفايل ده بتيجي هنا بتلاقي، تمام، كل الاختيارات بتاعتك اللي بتظهر ديفولت. يعني الديفولت مثلا في اول اختيار لو انا ببدا اصمم بيبقى كوميرشال، بالرغم ان في عندي ريزيدنشال منزلي وفي عندي جراوند ماونتد، بس الديفولت مين؟ الكوميرشال. انت اول ما بتفتح جوه البرنامج بتلاقي اول حاجه، تمام، مين؟ الكوميرشال. نفس القصه هنا، بتدخل في البروفايل بتاعك بتلاقي اول وبروجكت وميكانيكال والكتريكال وكونديشنز، الكلام ده هنبدا نحكي فيه جوه البرنامج بالتفصيل. فانت لو دخلت هنا على بروجكت بيجيب لك انواع البروجكتس نفسها، تمام؟ يعني انت عندك بروجكت كوميرشال وفي عندك بروجكت ديفولت، تمام، جراوند ماونتد متثبت على الارض، وفي ريزيدنشال. لو انا عايز اضيف تمام نوع تاني، ابدا اعمل هنا نيو واضيف اسم البروجكت او النوع او الكاتيجوري الخاص بالبروجكت. في ناس كتيره جدا يقول لك طب هو اللي موجود في البرنامج كوميرشال وموجود جراوند ماونتد وموجود ريزيدنشال، باقي الحاجات لو عايز اضيف انا اي سيستم تاني ينفع؟ اه ينفع. طبعا في ناس كتيره جدا ما تعرفش الحاجات دي. طيب ميكانيكال، بيدخل في الميكانيكال مثلا، ميكانيكال بروفايل بتاع البرنامج، اقدر انا اظبط الميكانيكال بروفايل بتاع البرنامج واضيف عليه حاجات. الالكتريكال، طب هو بيتعامل مع ايه انواع الانفرتر؟ بيتعامل مع السنترال انفرتر، مع المايكرو انفرتر، مع السترينج انفرتر، اقدر اضيف نوع تاني جديد؟ اه اقدر اضيف. في الكونديشنز او الحالات، الديفولت كونديشن سيت والسنو لوكيشن اللي هو الخاص بالثلوج والكلام، اقدر اضيف كونديشنز تانية؟ اه اقدر اضيف. يبقى انا اقدر اضيف للبرنامج اي حاجة. ميزة البرنامج او الموقع مديلك ان انت تعدل البروفايل براحتك، تمام، مهمة جدا. بعد كده زير از نو، طبعا هنا بيدي لك الايميل بتاعك ومش عارف ايه والكاتيجوريز بتاعتك دي كلها، على اساس ان انت ايه لما تيجي تشتري بتعمل برشيز لللايسنس تشتري البرنامج. بعد كده بيدي لك البيلنج اللي هي لو انت بتشتغل هيدي لك الفاتوره بتاعتك مانثلي ولا ييرلي وبتدفع كام والكلام ده كله. ثيرد بارتي سيرفيسز نفس القصه، بيشتغل لو في عندك ثيرد بارتي، تمام. انا اللي يهمني في كل الشغلانه دي ان انا جبت دي من فين، دخلت على الاكونت بتاعي، اخترت ماي اكونت، فتح لي الاكونت بتاعي اشرف رمضان رجب، تمام، رحت داخل اداني ابديت الاكونت وبعد كده الباسورد وبعد كده اداني البريفرنسز. اهم واحده عندي بريفرنسز دي، ليه؟ لان لما هدخل اشتغل في البرنامج ناس تقول لي المسافات طالعه بالانش او ناس طالعه بالفوت بالقدم والاقطار بتاعت الكابلات طالعه مش مظبوطه وانا كل مره لازم اختار. لا، انت بتظبطها حتى في اي برنامج، تدخل على البريفرنسز وبتدي له الاعدادات الخاصه بيك اللي انت عايز تستخدمها في البرنامج. الاختيار ده مهم جدا، بريفرنسز مهم جدا، تمام. جبناه من فين تاني؟ جبناه من الاكونت بتاعي، وبختار ماي اكونت، بيفتح لي هنا الاكونت باسمك اهو وبيدي لك الاختيارات. ايه اللي انا محتاجه؟ بريفرنسز. دي اهم حته عندي في الفيديو بتاع النهارده.